نروح بقى للنادي الأهلي. الفترة دي ما شاء الله المعنويات مرتفعة جدا، تدريبات متابعين دايما تدريبات النادي الأهلي، المعنويات كولر اللي بدأت بصماته تبقى موجودة على لعيبة النادي الأهلي، كولر اللي اللعيبة كمان لما تسمع منهم التمرين ممتع بالنسبة لكولر، التدريب بتاع النادي الأهلي. بمعنى إيه؟ النادي الأهلي النهاردة بيلعب كرة هجومية، النادي الأهلي دايما بيلعب ضغط عالي، النادي الأهلي بيلعب الكرة السريعة، النادي الأهلي بيلعب الكرة القصيرة، إن أنا ألعب وأتحرك. هو ده اللي موجود في تدريبات كولر، هو ده اللي بيطبقه في التمرينات علشان عايز يشوف في الماتشات، وهي دي الرسالة اللي بيوصلها للعيبة النادي الأهلي. إزاي تحصد البطولات الفترة اللي جاية؟ فلازم الملعب، لازم أدائك في الملعب، الروح القتالية. الفترة دي عامل برضو اليوم الكامل، اليوم الكامل اللعيبة بتروح من الساعة 7 صباحا وتروح 8 مساء، اللعيبة بتتمرن فترة صباحية، اللعيبة بتتغدى تقعد في أحد الفنادق القريبة جدا من النادي الأهلي، ملعب مختار التتش، وييجوا بعد كده تمرينة تانية وتالتة لو استدعى الأمر، ممكن يبقوا تمرينتين بس. لو في علاج اللعيبة بتعمل، لو في محاضرات نظرية اللعيبة بتقعد تتفرج على ماتشات وتبدأ تشوف التمرين بتاعها. شايف الروح والمعنويات مرتفعة جدا. حتى كمان لما شفنا شادي حسين الصفقة الجديدة لما انضم للعيبة النادي الأهلي، وهنشوف استقبال لعيبة النادي الأهلي لشادي حسين والجهاز الفني والهزار والروح الحلوة، بيستقبلوه الاستقبال الايه المعتاد، بيدخل الممر الشرفي وهو بيدخل واللعيبة كلها بتهزر معاه، وكولر كمان مشارك مع اللعيبة. بكرة إن شاء الله في مباراة ودية للنادي الأهلي، دي أولى المباريات الودية للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وده هتكون استعداد. النادي الأهلي عامل ثلاث مباريات، المباراة الأولى أمام بتروجيت بكرة يوم 25 أمام أسوان، ويوم 29 أمام طلاع الجيش. لعيبة منتخب مصر اللعيبة المنضمة هترجع لنادي الأهلي يوم 28، صعب إنها تلعب 29 على حسب الحالة، ممكن اللي ما شاركش، ممكن بعض اللعيبة تاخد أجزاء من مباراة 29، لكن ده الوضع كاملا داخل فريق النادي الأهلي. نروح بقى علشان نتعرف على قائمة النادي الأهلي، القائمة الأفريقية، ونقول علشان الناس اللي كانت بتقول ما عندناش ناشئين، ما عندناش قطاع ناشئين، طب اللعيبه اللي لعبت خلال الفتره اللي فاتت واللعيبه اللي تأيدت في القائمه الافريقيه، دي قائمه الفريق بالنادي الاهلي. القائمه ضمت الشناوي وعلي لطفي، مصطفى الشوبير، حمزه علاء، خط الدفاع اكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، مغربي، علي معلول، محمد اشرف. في خط الوسط رأفت خليل، اليو ديانج، عمرو السليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، بيرسيتاو، زياد طارق، أفشة، سافيو، أحمد عبد القادر، وفخري، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، وميدو نبيل. وفي خط الهجوم محمد شريف، وحسام حسن، وشادي حسين. نبص بقى على شبابنا، ولادنا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي موجودين في القائمة وهم من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. هنعرضهم مع بعض، يا ريت نستعرضهم مع بعض. شباب الأهلي في قائمة الفريق الأول بدوري أبطال أفريقيا عندنا حمزة علاء، حمزة علاء حارس المرمى وده مواليد 2001. عندنا محمد مغربي العائد من الإعارة من التشيك 2001، محمد أشرف الباك ليفت 2001، رأفت خليل طرف مهاجم 2004، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد المنتقل من سيراميكا إلى النادي الأهلي، وميدو نبيل. هي دي اللعيبة سبعة من شباب الأهلي في قائمة الفريق الأول بدوري أبطال أفريقيا. ده أبلغ رد على الناس اللي دايما بتشكك في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي بياخد كل البطولات في قطاع الناشئين سواء جمهورية أو مناطق. لما نشوف السنة اللي فاتت خمس بطولات النادي الأهلي بيحصد ثلاثة، والبطولتين واحدة منهم إنبي، واحدة منهم الاتحاد السكندري، والنادي الأهلي بيحصل على ثلاث بطولات وكل بطولات المنطقة. النهارده لما نشوف مغربي ونشوف رأفت خليل ونشوف حمزة علاء ونشوف ميدو نبيل ونشوف محمد أشرف، ما هي دي لعيبة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، علشان ندي كل واحد حقه.